خليني ابدا مع حضراتكم كده بخبر الاسبوع اللي فات واللي قبليه واللي قبليه برضو. يعني احنا تقريبا بقى لنا تقريبا 3 أسابيع كده بنتكلم على ظهور متحور جديد لفيروس كورونا في مصر. والحقيقه يعني رحنا ويعني بخيالنا كده لبعيد، والبعض اعتقد انه كورونا راجعه، والبعض اعتقد انه لا لازم ناخد اجراءات كورونا من جديد، والبعض اعتقد انه المستشفيات تعج، وبعض الناس بقى دخلت عارفين حكايه الفتي والهبد والحاجات دي والاخر. واعتقد انه الجهات المعنيه اتكلمت في هذا الوضع بطريقه ما. لكن خلينا برضو معلش نحسم الامر معاكم مع استاذنا الدكتور عوض تاج الدين المستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الوقائيه، اعتقد انه عنده الخبر اليقين في هذا الامر عشان بس ما نتكلمش في المساله دي تاني بدون علم وبدون فتي. يعني بنفتي كتير فبالتالي بنعمل قلق وجدل في هذا الموضوع. برحب بك يا دكتور واسف لازعاج حضرتك، وعارف انه يعني بنسهرك معانا كده بس معلش احنا متاسفين مره ثانيه. وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالسلامه يا فندم. اتفضل. اشرت موضوع مهم جدا، لكن عايز اطمن حضرتك ان حكايه يحدث متحولات جديده هي مش ظاهره مصريه، بتبقى حاجه في العالم كله. لسببين، السبب الاول ان كورونا كمرض وكوباء عالمي لم ينتهي. لكن طبعا حدته وشدته واعداد اصاباته قلت جدا في مصر والحمد لله. وما زالت. في بعض الاحيان بتزيد الحالات بعض الشيء. ودي حاجه متوقعه في فصل الشتاء، لان زياده اعداد المصابين بالفيروسات ليست فقط بفيروس كورونا، بكل انواع الفيروسات. الاسباب دي معروفه عندنا طبيا، لان فصل الشتاء بيبقى فيه نوع من الاغلاق، نوع من التجمع في اماكن مقفوله، نوع من التغير المفاجئ من السخن للبارد او العكس. فبتنتشر بعض الفيروسات التنفسيه. تمام. ومنها فيروس كورونا وغيره. انما طول ما في فيروسات وفي اصابات، حدوث متحولات شيء طبيعي ومتوقع جدا يا استاذ جابر. لكن انا اللي يهمني او يهمنا طبيا، يا ترى شدته قد ايه؟ يا ترى مدى انتشاره ايه؟ نوع الاصابات ايه؟ واستجابه المرضى للعلاج قد ايه؟ كل هذه المؤشرات حتى الان مؤشرات بتؤكد ان الوضع المرضي والوبائي مستقر، وان الحالات حتى لما بتزيد بتزيد باعداد قليله، وان شده الحالات ايضا قليله او قليله او بسيطه، والاستجابه للعلاج اللي يستخدم استجابه عاليه جدا. تمام. سيادتك اطمئن من هذه الناحيه. طيب دكتور، يعني البعض بياخد برضه فكره انه لسه يعني كورونا ظاهره عالميه، ولسه في برضه يعني نهايات ليها في مصر، وربما النهايات دي تمتد شويه مش هتنتهي. البعض بيشوف انه لا ده مطالبات باجراءات لنفس مكان ما كنا قبل كده في 2018 2019 2020، موضوع الاجراءات تعود تاني، المصالح الحكوميه تعود تاني. يعني فكره الناس دلوقتي بتخش المصالح الحكوميه تلاقي مثلا حد من الموظفين حاطط ماسك مثلا او حاطط كمامه، فيستغرب انت حاطط كمامه ليه؟ يعني بقى موضوع الاستغراب دلوقتي ان احنا نعود كما كان ايام كورونا، ولو حتى اجراءات وقائيه عاديه. هل ما زلنا نلتزم ولا خلاص بقى يعني نشيل الحواجز دي؟ لا، مفيش اجراءات استثنائيه حاليا، لكن بس لبس الكمامه مهمه جدا لبعض الشخصيات اللي هي عندها احتماليه للاصابه بالفيروسات او عندها بعض اعراض مرضيه، لسببين: عشان اولا لا يصاب بالمضاعفات من ناحيه، وثانيا حتى لا ينقل العدوى يا اما للي معاه في البيت او المخالطين في اماكن اخرى. يعني حضرتك ظاهره ان الواحد بيكح او بيعطس او بيرشح وينزل يركب اتوبيس او يركب المترو ثم يروح المدرسه او المسجد او الشغل ويأذي ناس تانيين غير مستحبه طبعا على الاطلاق.
تمام، سواء بالعدوى من كورونا او الفيروسات الاخرى. طيب اللقاحات الموجوده وقائيه، انما الاساليب الاغلاق اللي كانت موجوده قبل كده في قرار بيتخذ بظروف معينه تاخذه اللجنه العليا للازمات او الطوارئ عند الحاجه لهذا، والموقف حاليا لا يستوجب هذا. كويس. لكن باكد ان الاحتياط والاحتراز واجب والوقايه واجب كبير جدا. واجب. اللقاحات الموجوده هل فعاله؟ يعني اللقاحات الموجوده انا يعني على حد علمي انه احنا تعاقدنا مع شركه فايزر انها يعني تستجيب لطلبنا في هذا الامر، ويبقى في لقاحات خاصه بكبار السن وقادمه الى البلد في الفتره الجايه يعني. لكن اللقاحات الموجوده شغاله تمام؟ اللي جايه مهمه. آه. فيها لقاح كورونا الاصلي اللي احنا بنستخدمه، وفيها جزء للجزء المتحور، فدي بتتاخد للفئات الاكثر عرضه للمخاطر او المضاعفات او المشاكل. كلام سيادتك مظبوط تماما في هذا. وهذه الفئات محدده، كبار السن اللي عندهم امراض مزمنه في الجهاز التنفسي او الجهاز الدوري او السكر او الضغط او اي امراض اخرى تستوجب الحرص اكثر من الفئات الاخرى. تمام. يعني نقول للناس ان مفيش اي قلق، الدنيا كويسه جدا. سيادتك انت بنتكلم حضرتك دايما بشفافيه كبيره جدا. تمام. لان الموضوع ليس موضوع جهه معينه، الموضوع موضوع قومي. تمام. موضوع وقائي، موضوع صحه عامه. ايوه. وسيادتك طبعا تابعت معانا. تمام. قد ايه الدوله بذلت جهود مضنيه. وكانت التجربه المصريه الحقيقه تجربة ناجحة جدا في الوقاية والسيطرة من هذا المرض. في أي يعني أنا عارف طبعا المبادرات الرئاسية يعني على طول ملحقة بعضها في موضوع الصحة بالذات. في مبادرة رئاسية قادمة حضرتك شايف إنها هتسعد كتير جدا من المصريين، هتشفي كتير جدا من المصريين، هتشوف هتغير جزء من الوضع الصحي للمصريين في الفترة الجاية؟ والله يا فندم هي طفرة حقيقية هذه المبادرات الرئاسية. تمام. وطبعا كمية أو كم المبادرات لحماية الأطفال وحماية السيدات وحماية المجتمع كبيرة جدا. يعني الطفرات في المبادرات كوقاية الأطفال والكشف عن الأمراض الجينية والوراثية والكشف عن خلل السمع أو العيون. تمام. والكشف ايضا عن الانيميا والتقزم، كل دي حاجات عشان الاطفال اللي هم مستقبل مصر يكونوا في صحه جيده. ثانيا المبادرات المهمه جدا مبادره صحه المراه والكشف المبكر. تمام. عن سرطان الثدي جابت نتائج رائعه. احنا 4 فبراير تقريبا يا فندم صح؟ هي موجوده فعلا. موجود. هذه المبادره اتكشف فيها على عده ملايين، 24 مليون 60 سيده. طلع عدد منهم اظن 14,000 ما كانوش يعرفوا ان عندهم اورام. الفكره بقى سيادتك ان يتم الكشف عن الاورام مبكرا. انت بتاخد المرض في مرحله مبكره. يعني اذا كان المرض 4 مراحل، 1، 2، 3، 4، كونك بتكتشف الحاله في ستيج 0 صحيح او 1 او 2 صحيح. في هذه الحاله صحيح الاستجابه للعلاج بتبقى احسن كثيرا جدا. ثانيا شفاء كامل ممكن. ثالثا حالة العيان العامة او المريضة العامة بتبقى كويسة. تمام. تمام. دخل جديدا حاجتين مهمين او ثلاثة. تمام. الكشف المبكر عن انواع الاورام السرطانية صح الاكثر انتشارا في مصر. زي السرطان اللي هو الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم صح كده؟ بالظبط يا فندم. دي كلها الحقيقة بتؤدي إلى نتائج طيبة جدا وبترفع معاناة شديدة جدا نفسية أو جسمانية وصحية عن المرضى. والموضوع ده ماشي بكثافة. ومصر قادرة بإمكانياتها وبكوادرها البشرية الطبية. تمام. ودي كلها مبادرات طيبة جدا ومؤثرة جدا. تمام. لتحسين صحة الإنسان المصري. طيب سؤال أخير بخصوص مبادرة المقبلين على الزواج، الكشف عن المقبلين على الزواج، تقريبا هتبقى الشهر الجاي إن شاء الله يا فندم.
دي هتبقى يعني الشهاده الصحيه. اي اتنين مقبلين على الزواج، ده الكلام اللي قاله سيادة الرئيس قبل كده بخصوص ان لازم الزوج والزوجه يتم فحصهم في الاماكن الطبيه قبل التئام الأساسية الزواج واول اخره. بالظبط يا فندم، عشان انت يعني المفروض دلوقتي من بدايه من الشهر الجاي يا فندم هيتم تطبيق هذا الامر عملي ان شاء رسمي الله يا فندم. هو موجود فعلا، بس هيتم بصورته الجديده، اللي هو ايه بقى يا فندم؟ الشهاده يعني العريس الطبيه والعروسه. المطلقه هيشوفوها، والله انت هتتجوزي فلانه او هو هيتجوز فلانه، بتقول له الحاله الصحيه ايه، عشان ما تكتشفش بعد كده ان في اعاقه او في مرض او في مرض وراثي او في اسباب قد تؤدي الى اطفال غير اصحاء او حياه زوجيه غير كريمه او غير موفقه. الحقيقه هي مبادره انسانيه كبيره جدا لحمايه الاسر وضمان مستقبلها وضمان ما يحصلش مشاكل مستقبليه باذن الله. وده النتيجة اللي هتطلع من هنا اللي هي بتروح للقاضي، فالقاضي هو اللي يقرر النتيجة هذا الأمر بتروح والمأذون. الزوجين بيشوفوا هذه النتيجة أيوه ولا يجبروا على عدم الجواز، أكيد بيتقال لهم هذه أيوه الخطورة معلش كاملة. يا فندم، أنا كنت فاهم إن هي حاسمة في عدم الزواج. لا، هم اللي هيقرروا يا فندم. يعني حضرتك هو هيروح الكشف الطبي، الكشف الطبي هيقول للعريسة أو العروسة والله الامر كذا كذا كذا، وفي مشكله عند العريس او في مشكله عند العروسه. بالظبط كده. فهم او في احتماليه اصابته بمرض، او في احتماليه الاطفال يطلعوا عندهم مشاكل وراثيه او الاخر، فحضراتكم كوزاره صحه بتقولوا لهم ان في مشاكل في الحته دي. يعني سيادتك، من بعض في امراض معروف كويس قوي انها تحدث عند زواج الاقارب. تمام. فهي حد هيتجوز بنت عمه او بنت خاله، ايوه بيقول لهم الزواج ده زواج اقارب، حلو قوي. وقد يكون هم فعلا رصدوا هذه الحاله في بعض افراد العيله. كنت لسه اقول لحضرتك. فحضراتكم ممكن تخلفوا اولاد يجي لهم الامراض، واحد اثنين ثلاثه اربعه. طبعا انت عارف سيادتك قد ايه المعاناه، صح، سواء على المستوى صح. الاسري صح صح او مستوى البلد، صح، في ان اطفال يطلعوا عندهم مشاكل صحيه. صحيح صحيح فانت صحيح سيادتك بتبين لهم الصوره بشفافيه عشان يبقى معروف مقدما ايه الاحتمالات المستقبليه باذن الله والقرار لهذا. قرارهم في الاخر. ايوه، والقرار كله، لكن انت حضرتك بتقول له في جرس انذار هنا، في بالظبط يا مشكله فندم، هنا، في ازمه هنا بالنسبه للزوج او الزوجه او بالنسبه للعريس او العروسه، وحضراتكم بقى بتقولوا رايكم وفي النهايه هم يقرروا. بياخدوا الشهاده او يعرضوها، وفي شفافيه ان كشف طبي حقيقي، شهاده موثقه، ويتكتب فيها كل هذه النقط. تمام. يعني الموضوع ده هيبقى مميكن وتمام، مفيش بقى معلش لعب من تحت الدرج كده ولا بتاع، خدي طلع لي شهاده عشان اقدر اجوز بيها، والتاني يقول لك والتاني يقول لك لا. انت بتتكلم على حاجه مميكنه وتحت رقابه صارمه جدا، وفي النهايه زي ما تفضلت حضرتك يا دكتور هو القرار ليهم، صالح الاسره ايوه وصالح الشخصين دول ايوه وصالح البلد ايوه ومستقبل البلد صح مهم، وتبقى الصوره واضحه عشان نضمن هذا باذن الله. بشكر حضرتك يا دكتور، انا اسف ان انا سهرت حضرتك معانا، بس يعني وجود حضرتك معانا كده اضافه الحقيقه يعني، وبيطمنا دايما على الحاله الصحيه في البلد. ربنا يديك الصحه. بشكر حضرتك شكر جزيل دكتور عوض تاج الدين، يعني واحد من كبار الاطباء في مصر وواحد من العظماء في هذا البلد في هذا المجال، مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الوقائيه. معلش يعني خلوني هاخد طبعا حضراتكم الكلام اللي قاله دكتور عوض في البدايات بخصوص المتحور وهو الاخر، واطمنوا مفيش اي مشاكل ومش هنرجع للاجراءات القديمه اللي هي بتاعت كورونا وهو الاخر، ويعني هتبقى المساله خفيفه، لكن برضو ناخد حذرنا وهو الاخر، لو حد تعبان شويه او حاجه يحط ماسك على يعني الاجراءات الاحترازيه العديده يعني، لكن الوباء موجود ما زال، لكن برضو ناخد بالنا من الاجراءات الاحترازيه وفي يعني اجراءات صارمه من جانب الدوله في هذا الاطار، وان شاء الله كله تمام. بس انا هتكلم على لانه ده في ناس معلش فاتحه صدرها في هذا الموضوع ولازم ننبه،
فكرة زواج الأقارب، فكرة زواج الأقارب. احنا زمان بقى مش هقول حاجة، يعني أنا أبويا متجوز بنت عمه، يعني أمي بنت عم أبويا، ده زمان، ده أنا بتكلم زمان، ما كانوش بقى بيروحوا يكشفوا ولا حاجة ولا بتاعه، كان زمان العمدة في البلد هو صاحب الكلمة، فالبنت دي تتجوز الواد ده، والواد ده يتجوز البنت دي، والأخ ده يتجوز دي، ولسه ما زال هذا الموضوع شغال، وخصوصا لما يكون في ورث. دلوقتي انت هنا هتتجوز بنت عمك، اصل بنت عمك عندها مش عارف كام فتان، الامر مش كده خالص، الامر يعني معلش يعني بعيد، يعني مدى بعيد، هدفه بعيد عن اللي حضرتك شايفه، مش الامر مش متوقف على ابنك او بنتك اللي هتجيبه ويكون مصاب. انا كتير جدا من الناس متزوجين، يعني زملاء معرفة، ناس من بعيد، ناس من قريب، عندهم مشاكل في حكاية الأولاد. أيوة يا فندم، والله عندهم مشاكل في حكاية الأولاد. اسأل 80% أو 90% من الناس اللي عندهم مشاكل في أولادهم، اللي هو عنده مشكلة كذا، مشكلة كذا، تلاقيه بيتجوز يا بنت عمه، يا بنت خاله، يا حد من العيلة، يا حد مش عارف إيه، يا حد، وكأن العالم وقف على كده. يا عم الأرض والورث والحاجات دي وكده مش أهم من ابنك اللي جاي أو بنتك اللي جاية. ما أنت بتتشحتف وراه وهو بتشحتف وراه، وده هتاخد حقن، وده تروح للدكتور، وده تعمل مش عارف إيه، وده عندها مرض هيدنه 28 سنة ولا 30 سنة ولا 50 سنة ولا دنه معاه طول العمر. وفي نفس الوقت الكلام ده لابد أن ينتهي، والدولة موفرة لك ده، والدولة ما تقول لك إن في إجراءات في هذا الإطار، احترم هذه الإجراءات، لأنك أنت لازم يكون اللي جاي سليم، ده بأمر ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين في وضع طبي صريح، نغير هذه العادة وهذا التقليد. يعني انت، وبعدين معلش يعني معلش مع احترامي، انت يعني حتى لو انت ماشي بقى على تقول لي ربنا بيرزق، زي ما الناس تقول لك كده، انا ربنا بيرزق، يعني انا اخلف 5 6 واقول لك ربنا بيرزق، وانا اللي داخل جيبي ما يعيش 1 أو 2. بقى يا فندم بصوا للموضوع نظرة أخرى، خلينا نتغير بقى، خلينا نتغير، لأنه الوضع ما يستحملش، الوضع ما يستحملش، وإن ما فكرناش بعقلنا قبل ما نفكر بأي جارة أخرى هنضيع بجد. يعني الفكرة إنه بنت عمي ما هو عندها 5 فدادين ولا فدان ولا 3 قراريط ولا 5 قراريط ولا اي حاجه، هتجوزها والقراريط بتاعتي على قراريط بنت عمي، هنقرقط على بعض والدنيا تمشي بقرقطه. لا يا حبيبي، ما انت هتقرقط من هنا، هتجيب ولاد من هنا، هتتعب، بيتعبوا والله، وحياه ربنا معظم اللي اتجوزوا قرايب بيتعبوا. يا اخي بلاش ده في جوازات، وده برضه اعرفه انا راجل ريفي بقى، واعرف البلاد اللي جنبينا والبلاد اللي جنبينا، واخويا بلال دلوقتي لو بيسمعنا هيعرف الكلام ده. في جوازات بتتدمر بسبب ان انا متجوز بنت عمي. ليه؟ انا زعلت مع بنت عمي فضربت بنت عمي، ولا اذيت بنت عمي، ولا اتخانقت مع بنت عمي، فعمي يزعل مني، فيزعل من ابويا، فابويا يزعل منه، فنزعل مش عارف من مين، وعشان جوازه تتهد العيله. طب يا سيدي ما تبعد عن جوازات العيله دي يا سيدي. ما تبعد يا عم عن جوازات العيله دي يا عم. يعني انا بتكلم، شفتوا دينيا عشان حضرتك تتجوز بنت عمك او بنت خالك او واحده قريبتك، وانت عارف ان لو خلفت منها صحيا، الصحه بقى بتقول لك لو خلفت هتجيب عيل تعبان او تجيب بنت تعبانه، والتعب ده والحاجات دي بتستمر بتدنها طول العمر معاك، وبيدن هذا الامر في رقبتك، وانت واثق من الاول، وانت اعلم من الاول، وانت محاط من الاول انه هذا الطفل لو جه او هذه الطفله لو جت انه هيكون عندها مشاكل صحيه تعيش معاها طول العمر او طول العمر. طب حضرتك عملت ده ليه؟ عشان ال5 قراريط اللي مع مراتك يا سيدي، غور ال5 قراريط في سبيل انه صحه ابنك او بنتك. انا ما بتكلمش، حضرتك عايز تتجوز بنت عمك ومصمم، اتبع الاجراءات الصحيه. اتبع الاجراءات الصحيه. يعني ده كلام ده بقى اتفضل. انا ابراهيم الطيب زميلنا، وابراهيم ماسك قطاع الصحه،
بيغطي كصحافه يعني بيغطي بتاع الصحافه، بيقول لي معلومه اهي، بقول لحضرتك لو لما الناس عرفت ان خلي بالكم من يعني حاجات تمخول، يعني الناس اقبلت على شراء او على تخزين، خدوا بالكم المعلومه، على تخزين الشهادات الصحيه القديمه اللي هي شكلها الحالي اللي هي في الشهر الجاي بقى هتتغير، اللي بقى فيها امراض محدوده، ما فيش فيها تفصيل، ما فيش فيها كذا، ما فيش فيها كذا، اللي بدقه هتقول انه في مشاكل صحيه عندك ولا لا انت وزوجتك. رحت انت بقى حضرتك عامل ايه؟ رحت جايب ده في اسر كده راحوا مقبلين على شراء الشهاده بوضعها الحالي، بوضع مش الشهاده الجديده بتاعت الشهر الجاي، لا اللي هتطلع الشهر الجاي دي بقى فيها تفصيل التفاصيل. اللي موجوده دلوقتي بيه فيها جزء من التفاصيل الصحيه، حضرتك رحت اقبلت عليها واشتريتها وخزنتها عشان ابنك ولا بنتك ولا ابن اخوك ولا بنت اخوك ولا بنت عمك ولا بنت خالك لما تيجي تتجوز تقوم تطلع الشهاده الصحيه القديمه. انت بتظلم مين؟ انت بتظلم مين؟ انت بتداري على مين؟ يا عم الحاج ده بيقول لحضرتك انك انت وضعك الصحي تعبان، وضع ابنك الصحي تعبان، وضع بنتك الصحي تعبان، لو تزوجت ابن عمها. الخلفة. يعني ما نلاقي 140,000، 140,000. راحوا كتبوا كتابهم يناير اللي فات، 140,000. لما عرفوا بقى ان في اجراءات جديدة، وفي شهادات جديدة، وفي مش عارف ايه وبتاع وكلام من ده، ده مجرد اشاعة اتقالت. انتوا واخدين بالكم من المسألة؟ احنا بنتحايل على ظلم نفسنا، احنا بنتحايل، محدش هيخونك الخيانة العظمى قد خيانة صحتك، قد خيانة جسدك. هتتخان، هتتضرب، هتتعمل، هتتخزوق زي ما بقول بالبلد كده، محدش هيتخزوق قد او هيتضر قد ما يتضر من جسده، من صحته، من عقله، من تفكيره. لما الصحة تهون بسببك او بسببي او بسبب احنا كاشخاص هنضيع. يبقى ليه ابن اخويا متقدم لبنتي، تعالى يا عم الحاج، او انا او ابني متقدم لبنت اخويا، تعالى يا عم الحاج انت وهو، او لاخويا والله بنتك كويسه وانا ابني جاي لها، او العكس تعالى يا عم الحاج نروح نشوف، وبما يرضي الله مش هروح مطلع قرشين من جيبي ومديهم كده وبعدين اخد منه الشهاده مضروبه، وبعدين الولاد يتجوزوا وبعدين يخلفونا واحد عنده مشكله، عنده مشكله. يا جدعان والله عشان مصلحتك، اقسم بالله العظيم عشان مصلحتك مش عشان حاجه، لا مأذون يرغبك ولا حد معني يرغبك ولا دكتور يرغبك ولا اخوك يرغبك ولا انت ترغب. ده المفروض المأذون بقى لما يجي له قرايب بيتجوزوا اكثر حرصا، لانه هو 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 اللي بيسموها ايه؟ الاجراء الاول. لما المأذون يمسك كده، هات يا عم بطاقتك مين؟ فلان الفلاني، بطاقتك ده يبقى اخوك، يعني بنتك هتتجوز ابنه، طب تعالى يا عم عملتوا الكشف ولا لا؟ نتيجته ايه؟ عملتوا ايه؟ سويتوا ايه؟ الولد عنده ايه؟ البنت عندها ايه؟ المأذون بتاع كده. فهذا الاجراء مهم. طيب جابوا لي نقيب المأذونين الشيخ اسلام عامر. برحب بك يا شيخ اسلام، ازاي حضرتك؟ ازيك يا استاذ جابر؟ ازي حضرتك؟ ربنا يخليكم، يعني ربنا يخليكم. انا بتكلم كده صح ولا غلط ولا بعمل ايه؟ بص، هو يمكن احنا قلنا يمكن بالاخص يعني بالاصل عن نفسي طالبت بتفعيل الشهاده الطبيه يا الغاء، يا الغاء. لان النهارده الموازنه العامه بتتكبد مبالغ في استخراج ورقه لا قيمه لها، لا بتفيدني انا كمأذون، وانا في الاول وفي الاخر انا بوثق جهه التوثيق، وما فيش فايده للمواطن بل تكبيد للموازنه العامه. فيا اما نفعلها بما يرضي الله يا اما نلغيها. هي الشهاده بتكلف كام يا فندم؟ حاليا القانون لما صدر يا جابر بيه كان ب10 جنيه نظير استخراج الشهاده الطبيه، وبتتحط لصالح المنشاه التي صدرت الشهاده. تمام. يجيبوا شوزلونج، يجيبوا كراسي، يجيبوا اي حاجه تبقى لصالح المنشاه. تمام.
لغايه 1/9/2010. 2010. صدر القرار الوزاري من معالي الوزير الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحه في الوقت ده بان نظير استخراج الشهاده 80 جنيه وتزاد 10% سنوي. وسعادتك عارف انه لا تحصيل ولا فرض ولا زياده رسوم الا بقانون. تمام. ما تجيش بقرار عمرها. تمام. القانون طلعها ب 10 جنيه. تمام. اما جت الثوره في 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 ذات الوقت يمكن كنا عملنا 160 الف عقد. 200 الف عقد ب 160 ب 32 مليون جنيه. 230 مليون. رفعت دعوى حساب اعرف الفلوس ديت راحت فين. آه. لأن لما صدر القرار يوم 1/9 وبعته لمديريات الصحة يوم 6/9 بعت الكتاب دوري تاني بتجنيب المبالغ المحصلة لحين موافاتكم بكيفية توزيعها. طيب هو المواطن هيروح يدفع 80 جنيه بدون قانون يبقى ما ينفعش اللي بيها. تمام. تقدمت للجنة فض المنازعات طبعا كتر ألف خيرهم ادوني ما يفيد ان ما ينفعش الكلام ده فرجعت لل 10 جنيه. تم رفع دعوى في 2014. تمام. وتم الغاء الرسم على الشهاده الطبيه فاصبحت الشهاده مجانا. تمام. شكرا. يبقى القيمه الماديه اللي انا كنت بحصلها من المواطن نظير استخراج اصبحت بقت مجانا. يبقى انا بكبت الموازنه العامه. طب العائد على المواطن ايه منها؟ ما فيش عائد منها. يمكن انت لو تفتكر ساعتك يمكن كانت الواقعة بتاعت البحيرة بان الزوج كان عنده ايدز. طيب ما عمل كشف طبي. بس كشف ورقي. كشف ورقي لا قيمة له. فيا اما نفعل يا اما ننهيها. لكن تفعيلها هيفيد المواطن كتير. هعرف ابن هيخلف ولا لا. العيل جاي معاق ولا لا. ادناها يا جابر بيه. ان انا هعرف حالتي الصحيه صح. من الالف الى الياء. ده كويس. ده كويس في البدايه. ده كويس يا بيه. بص يا بيه بص يا بيه لازم تيجي كده. لازم تيجي كده. انا النهارده هو الجهاز التنفيذي الرئيس خايف على مين؟ خايف على نفسه ولا خايف علينا كلنا؟ مش خايف على البلد وعلى الجيل والناس اللي طالع؟ ما احنا شايفين ذات الاعاقات وشايفين الامراض اللي موجوده وشايفين زياده. طب انت واثق يا شيخ اسلام من المأذونين انهم يعني يتبعوا هذه الاجراءات لا يملك المأذون توثيق عقد زواج سابقا او حالا او مستقبلا الا بوجود الشهاده الطبيه لان انا بتبع قانون يا بيه. جات لي قانون وجالي تعليمات تنفيذيه وكتب دوريه اتمام عقد الزواج بالشهاده الطبيه يبقى بالتالي وجوبي على المأذون ومن يخالف يحاسب. تمام تمام تمام. احنا كان عندنا 140 الف كتب كتاب في شهر يناير. مش كده؟ طب ده مش موسم جواز ولا عيد داخل ولا حاجه. ما انت نسيت منتحل الصفه اللي طلع وقال لك الحق اكتبوا كتب الكتاب. فاكره. وده منتحل صفه مش مأذون. مش مأذون. الشعب المصري بقى عمل من الحبه قبه لدرجه ان احنا بدانا ان احنا مثلا يعني ايه مش هكتب لك مفيش حاجه. طب يا عم لو في زياده انا هدفعها مفيش اي حاجه من الكلام ده. ده لسه يا دوبك بنقول بسم الله الرحمن الرحيم بدايه اعداد مشروع قانون. وله فتره مش قصيره ده فتره طويله. بس خلي بالك في حاجه يعني ال 140 الف عقد دول تقريبا هيكونوا من تعداد العقود بتاعه 2023. تمام. يعني تمام. كنا بنعمل مليون عقد في السنه تقريبا يبقى شيل منهم ال 140. تمام. بس انما اللي السنه الجايه في ناس تستعجل ولذلك يعني اخشى ما اخشى الاستعجال كان وحش جدا. تمام. والله يا استاذ جابر دي حقيقه. تمام. يعني لما تكتب كتاب الاستعجال في التطبيق تكتب كتاب بنت النهارده عشان بدون اتفاق وبدون اي حاجه الحق اصل هندفع 20 و30 الف جنيه يا اخوانا ما فيش كتب كتاب الكتاب القسيمه طلعت ثاني يوم ثالث يوم بتتطلق. انت كاتب الكتاب هيتكلف كام في الاجراءات الجديده؟ زي ما هو يا بيه ما فيش زيادات. زي ما هو بالتعاملات هي مفيش اي حاجه. الناس مشيت سرحت ورا 5000 و10000 و20
الحاجات اللي هتدفع كلها. وفي ناس كتبت لعيالها من غير مؤخرات عشان يوفروا. دي كارثه، دي كارثه يا اخوانا. يا اخوانا يا اخوانا، بنتنا ما تاخدش لقب مطلقه اما تبقى مخطوبه، الدبلتين هيتقلعوا، مخطوبه واتفسخت الخطوبه. انما تم كتب التابعه اتفسخت بقت بطلاق، اصبحت مطلقه. اخذت لقب مطلقه. ربنا يسرها يا شيخ اسلام. وجوبي وجوبي علينا وعلى حضرتك والاعلام ككل. الشعب المصري اهدوا، وكل حاجه الحكومه بتعملها للصالح العام للمواطن وللاسره، لان الاسره دي امن قومي. صحيح. امن صحيح. قومي صحيح. ما هي الدوله اسر صحيح. وبيوت صحيح. صحيح. وناس صحيح. اما حافظتش على الامه ما حافظتش على الدوله. بشكرك يا شيخ. يبقى نقول كتر الف خير ان الحكومه واقفه مع المواطن. مزبوط. وهتشيل معاه بيل بشاكير ان شاء الله، ولصالح العام. هو الصندوق اللي الرئيس اشار اليه ما هو موجود. تمام. بس عاوزين نفعله. المطلقه بتاخد 500 جنيه. طب 500 جنيه يعملوا ايه؟ شيخ اسلام عامر شيخ المأذونين، بشكر حضرتك شكر جزيل. حكايه برضه المطلقه اللي بتاخد 500 جنيه، صح؟ 500 جنيه بيعملوا ايه؟ ده المطلقه كفايه اللي فيها، يعني كفايه كفايه انجاز التعبير كده بين قوسين كده، ظلم الطلاق في الغالب، يعني في الغالب الطلاق بيبقى ظالم في الغالب، لانه في زوجات يعني الطلاق هو الحل، وفي ازواج الطلاق هو الحل، يعني في عيشه لا تستحيل، لا تستقيم الامور معاها الا بالطلاق. طب خلاص هتعمل انت ايه؟ فلازم تطلع عشان اولادك يتربوا في بيئه كويسه. لا، انت لازم تبعد عن 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 زوجتك، لانه شجار طول النهار وخناق وبتاع وكلام ده، ودماغ هنا ودماغ هنا وفكر هنا وفكر هنا، وما فيش حد بيراعي العيش والملح ولا بيراعي العلاقه بتاع الكلام ده، تفرج. فالامور لازم تستقيم. ارجع اقول لحضراتكم تاني، موضوع زواج الاقارب ده انا كشخص لا احبذه تماما، انا كشخص لا احبذه تماما، لكن انتوا اشتغلتوا في الكلام ده انتوا حرين بقى، بس اتبعوا الاجراءات القانونيه في هذا الاطار والاجراءات الصحيه. في خبر يعني جاي من الصفحه الرسميه لوزاره الخارجيه انها بتتابع حرس العثور على جثه مواطن داخل سيارته في ايطاليا، وبتقول وبيقول البيان انه بتتابع وزاره الخارجيه عن طريق القنصليه العامه لجمهوريه مصر العربيه في ميلانو ملابسات حادث العثور على جثه مواطن مصري داخل سيارته في منطقه ريفيه نائيه بمدينه سيلافينا بايطاليا. قامت القنصليه العامه لجمهوريه مصر العربيه في ميلانو بالتواصل مع السلطات الايطاليه التي اكدت وقوع الوفاه في 14 يناير الجاري. وتواصل القنصليه، يعني كده بقى له قد ايه؟ 14 يناير، يبقى دي 16 17 وثلاثة أربعة له 20 يوم. وتواصل القنصلية العامة في ميلانو اتصالاتها المكثفة مع السلطات الإيطالية المعنية للوقوف على المستجدات والكشف عن نتائج التحقيقات في الوفاة. قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بالتواصل الفوري مع ذوي المواطن المصري بالقاهرة لتقديم المواساة والتعازي لأسرة الفقيد وتقديم المساعدة القنصلية، وجاري متابعة الموضوع للوقوف على ملابسات الحادث والعمل على نقل جثمان المتوفى إلى القاهرة فوري لانتهاء من الإجراءات اللازمة. طبعا وزارة الخارجية احنا كدولة دول مواطنين لهم كل الاحترام والتقدير، صعب ان احنا نسيب الاسر في هذا الاطار. هتتولى القنصليه العامه في ميلانو كل الاجراءات، وان شاء الله باذن الله تبقى ملابسات الامر كده ماشيه، ويعود الجثمان الى القاهره. الحاجات اللي زي دي ما فيش فيها الا التعازي، لانه كل الاجراءات اللي بتتم صعب ان انت تتوقعها، لانه بيبقى في يعني شغل قضاء بقى وشغل نيابه وشغل يعني ونائب عام والى اخره، فبالتالي هم اللي بيتابعوا ولهم كل التقدير والاحترام، بيتابعوا مثل هذه الملفات ومثل هذه القضايا، فنسيب الامر ليهم للتحقيقات لحد ما نشوف اخره التحقيقات ايه والملابسات ايه ونشوف الدنيا. ربنا يرحمه رحمه واسعه. هاخد حضراتكم لدقيقتين ثلاثة كده، هتشوفوا فيهم تقرير من معهد الرمد، ده أول مركز متخصص لعيون الأطفال في مصر، وده منشأة حكومية بتقدم خدمة عالية جدا 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 بالمجان. نشوف هذا التقرير وناخد فاصل ونرجع لحضراتكم.
مركز عيون الأطفال بالمعهد التذكاري للأبحاث الرمادية بالجيزة، صرح طبي حيث يعد أول مركز متخصص في فحص وعلاج وجراحات عيون الأطفال بمصر والشرق الأوسط، ومجهز بأحدث الأجهزة التشخيصية والجراحية لكافة التخصصات الفرعية في عيون الأطفال من عمر يوم وحتى 18 عاما. المعهد التذكاري للأبحاث الرمادية الحقيقة هو معهد عريق، هو تم الانتهاء من إنشائه من سنة 1923، عشان كده كلمة التذكاري لأنه متصل بالمعاهد التذكارية في العالم، لكن طبعا تم تطويره على مدار السنوات دي بصورة كبيرة جدا الحمد لله. المعهد بيقدم الخدمة مش بس في محافظة الجيزة، لا بيجيله مرضى من جميع أنحاء الجمهورية. احنا بنشوف اعداد كبيره جدا من المرضى، بنوصل حوالي 1000 مريض يوميا، العمليات ما بين 50 و60 حاله يوميا، بنساهم بقوه في القضاء على قوائم الانتظار. احنا عاملين حوالي 20,000 حاله من ساعه ما بدات المبادره لحد الان، والحقيقه ان التطوير مستمر، ومش بس خدمات طبيه، لكن احنا كمان لينا توجه قوي ناحيه الامور البحثيه، ولان احنا نعتبر الهيئه تعتبر الهيئه الشهادات التعليميه اللي يتبعها المعهد تعتبر الذراع التعليمي لوزاره الصحه والبحث. فكره وجود مركز او مستشفى كامله من على الارض لخدمة أو لخدمات عيون الأطفال هي لوحدها مهمة جدا في التوعية باختلاف طبيب عيون الأطفال عن طبيب العيون المختص في أمراض الكبار، علشان كده وحتى الأجهزة المستخدمة في التشخيص والأجهزة المستخدمة في العمليات الحقيقة هي فيها اختلافات كبيرة وجوهرية بتساعدنا إن احنا نكشف أو نفحص أي طفل من سن يوم بعد الولادة. يعني سن الولادة نقدر نتعرف على مقاس عيون الطفل إيه، نظره إيه، بيشوف ولا لأ، نحارب ونكتشف مبكرا كل الأمراض التي قد تؤثر على نظر الطفل في المستقبل وتسبب الكسل العين الوظيفي وفقد الإبصار. المركز تم افتتاحه في الأول من يناير عام 2020، ويضم أحدث كاميرا في العالم لفحص شبكية الأطفال المبتسرين، حيث توثق الحالات وتطورها ومدى استجابتها للعلاج. والله الخدمات هنا ممتازة جدا جدا. أول ما جبت بنتي هنا كانت عينيها حمراء في أحمر بسيط، فجيت كشفت وكان في حول، فالدكتورة هنا الاستقبال استقبلني كويس جدا والأمن، ودخلت في دوري، وبعد كده حولت القرنية. الاحمرار ده كان يعني كان شديد شوية، دكتور القرنية اكتشف ان في كسر في العدسة الداخلية عند البنت يعني، فالدكتور الاستشاري والدكتورة الاستشارية شافتها قالت لازم تعمل عملية فورا مفيش انتظار. فقلت لهم بالنسبة للتكلفة او الاوراق او الكلام ده، قالوا انسى الكلام ده خالص، نعمل عملية الاول وبعد كده الاوراق دي في الاخر يعني مش مشكلة. الكلام ده كان يوم السبت اللي فات ده، النهارده الثلاث بنتي عملت العملية ونازلة دلوقتي ان شاء الله وبقت كويسة، والدكتورة طمنتني وقالت لي البنت بقت زي الفل وكويسة والحمد لله. كانت بنتي مولودة بمية على العين وكانت بتحول، فلما جيت هنا قالوا لي مش حولة ولا حاجة بس في مية على العين، فعملوا لي اجراءات وخلصت العمليه النهارده. مركز جميل والخدمات كلها كويسه جدا، وفي استشاريين كويسين جدا، والخدمه متميزه، والمركز بصراحه يعني فيه كافه الخدمات متوفره يعني. ومركز عيون الاطفال هو اهم وحده من وحدات المعهد التذكاري للابحاث الرماديه، والذي يضم مركز فحوصات ومبنى للعمليات ومتحف لتاريخ القرنيات والشبكيات وغيرهما. مانشيت طارق احمد. عدنا لحضراتكم. بعض الناس، انا مبسوط جدا بالتفاعل يعني، سواء الناس بتبعت على واتساب او على تويتر، بس ما بيبعتوش على تويتر، بيبعتوا على دي ام على تويتر يعني. حتى اللي عايز يعني مثلا ينتقد او يعني يخرج بره الانتقاد يشتم يعني بالمعنى الاصح، فبيخش على دي ام او يبعت على الواتساب. يعني واحد مثلا يقول لك انت مالك، ما تسيب الاقارب يتجوز، ده عاده وتقليد عندنا، نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله. غير يعني مش عايز ارجع للموضوع تاني يعني، ممكن اتكلم فيه في حلقه تانية، او ممكن اتكلم فيه في حلقه تانية ومعانا شواهد ومعانا دلائل اكتر، بس الموضوع لازم يعني معلش، لا انا مالي، معلش انا مالي، ان جزء من تغيير الثقافه في هذا الاطار.
فحضرتك ما تزعلش، حضرتك عايز تجوز ابنك لابن عمها جوزها، فمش مش عايزين نخلص من او عايزين نخلص من هذا الامر يعني. فحضرتك بتقول لي انت مالك؟ لا انا مالي يا فندم. قناة السويس احنا بين الساعة 12 خلاص، وانا بتكلم على يوم الخميس، الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس طلع بيان وقال انه احصاءات الملاحة بالقناة خلال شهر يناير الماضي اللي هو 2023 سجلت اعلى ايراد شهري في تاريخ القناة، بلغ 802 مليون دولار زي ما حضرتك شايفين كده. الدستور نقلا عن الفريق اسامة ربيع بانه ده اعلى ايراد شهري بقيمه 802 مليون دولار ليتخطى بذلك الفارق الايرادي الذي تم تسجيله في اغسطس 2022 بفارق 56.4 مليون دولار. طيب ده كلام ده كلام يتقال وكلام يتحسب وكلام يتدون، لانه التشكيك عمال على بطال في هذا الاطار. برضه صحيفه الوطن و زميلنا الاستاذ عمرو الورواري بيقول قناه السويس تحقق اعلى دخل شهري في تاريخها ب 802 مليون دولار وعبور 2155 سفينه للممر الملاحي في شهر يناير الماضي. فده يعني بس للاحاطه يعني انه احنا الامور ماشيه تمام في قناه السويس ومفيش اي مشكله. في البنك المركزي في بيان طلع برضو الخميس وبيقول ان العالم بيشهد ازمات مالية متتالية أثرت على الأداء العام ونسب التضخم وارتفاع الأسعار في معظم الدول بنحو غير مسبوق. الأرقام بتشير عندنا إلى مؤشرات إيجابية، وتحقيق ميزان المدفوعات وحقق ميزان المدفوعات فائض بلغ 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وكمان تحسن عجز حساب المعاملات التجارية بمعدل 20.2 ليسجل 3.2 مليار دولار مقابل 4 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة. والبنك المركزي قال إن التحسن ده لزيادة الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس اللي كنا بنتكلم عليها من شوية وبنقول إن شهر يناير أعلى معدل بلغ 802 مليون دولار، وده اعلى ايراد شهري في تاريخ القناه. ده كلام مهم جدا يعني. في حاجه بقى عشان لو حد بيتابعنا يبقى الموضوع يعني ايه خاص باولادنا، وخصوصا الاولاد والبنات اللي بيحبوا يشتغلوا مهنه، بيحبوا يشتغلوا حاجه بيحبوها. حلوه دي، بيحبوا يشتغلوا حاجة بيحبوها والأهل ما يمنعوش. يعني ابنك أو بنتك بيحب مثلا أي مهنة، ما تقفش في طريقه، سيبه يخش هذه المهنة ويحترفها وهو الأخر وكده. ودي الحاجات اللي احنا عملناها قبل كده في المدارس التكنولوجية وهو الأخر، دي حاجة عظيمة جدا، يا ريتها كانت موجودة على أيامنا، يا ريتها. والله العظيم أنا كان زماني دلوقتي جابر جوخ أخو فان جوخ، يعني كان زماني حاجة عظيمة جدا في هذا المجال. أنا بحب المزيكا جدا وبحب التأليف والموسيقى جدا، لكن كنت في قرية وريف وبتاع وكلام ده، فما كانش في حاجة كده، كنت زماني جابر جوخ على طول، تمشي الدنيا في هذا الإطار. التعليم الفني في مصر متطور جدا وبدأ ياخد تطور جدا 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 من بداية 2018 لحد الوقت اللي احنا عايشين فيه ده. وأعتقد والدكتور عمرو بوصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، هذا الرجل أقدره جدا وأحترمه جدا لأنه بيتعامل بعقلية محترمة جدا مع سوق العمل هو والمجموعة اللي معاه، وأعتقد إن احنا يعني شايفين هذا التطور الموجود في عملية التعليم الفني في هذا الإطار. برحب بيك يا دكتور، إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا يا فندم، مساء الخير بحضرتك وبالسادة المشاهدين. معلش احنا مسهرينك معانا، معلش. لا يا فندم، تشرفنا. يعني يتردد بقوة إنه في سوق جديد للعمل اتفتح، وانه في طلبه كتير جدا ترغب في دخول هذه الاسواق، في طلبه كتير جدا انتم بتفتحوا او بتفتحوا طرق جديده قدام الطلبه عندنا. ايه الجديد في موضوع التعليم الفني
خلال الفترة اللي فاتت وخلال الفترة القادمة؟ في الحقيقة يا فندم الجديد في الموضوع ان احنا انشأنا وحدة داخل وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية لمتابعة ولادنا وبناتنا الخريجين والخريجات وكيفية التحكم بسوق العمل مباشرة بعد حصولهم على شهادة الجدارات وشهادة الدبلوم بتاع التكنولوجيا التطبيقية. تمام. هذه الوحدة دي وحدة جديدة، حضرتك تعلم انه التعليم الفني هو الرافد الرئيسي اللي بيقدم ابنائنا وبناتنا لسوق العمل مباشرة من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. تمام. تمام. فموضوع ريادة الأعمال ومراقبة ولادنا وبناتنا خريجات التعليم الفني وخريجين التعليم الفني ده موضوع قديم والوزارة اشتغلت فيه من حوالي 11 سنة فاتت إنها بتتابع خريجين التعليم الفني ومدى التحكم بسوق العمل وبيشتغلوا فين وكم واحد فيهم بيشتغل بطريقة مباشرة وكم واحد فيهم بيلتحق بالكليات ومين اللي بيجمع ما بين الحسنيين سواء استكمال دراسته أو العمل في سوق العمل من خلال الوظائف المباشرة اللي بيشتغل فيها. تمام. جديد بقى إن إحنا عملنا ده في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لأن إحنا عندنا نسبة التوظيف المباشر من خريج المدارس التكنولوجيا التطبيقية طبقا لآخر إحصاء بتاع العام الدراسي 21-22 كانت 70%. 30% اللي باقيين ذهبت ما بين استكمال الدراسة داخل أحد الجامعات المصرية أو الجامعات التكنولوجية أو إن هو حصلت له ظروف خاصة فما قدرش يكمل. يعني نفهم معلش مش نفهم لكن نشرح ببساطة كده لولي الأمر أو للطالب اللي بيشوفنا دلوقتي إنه يعني 70% حضرتك بتقول من الملتحقين اشتغلوا مباشرة صح كده؟ مظبوط. طب يعني الواحد دي مدرسة مثلا في بعض الفيديو فيديوهات كده شغالها وحضرتك بتتحدث إلينا عن مدرسة الذهب عن مدرسة السيارات عن مدرسة التعليم بتاعة الحاجات الصناعية اللي هي الثلاجات والغسالات والتكييفات والآخر وكده الطالب من هنا بيخلص ويلتحق على طول بمؤسسة بترعى في هذا الإطار صح كده؟ مظبوط. يا إما بيلتحق بالمؤسسة الرائعة المدرسة دي يا إما بيخش في سوق العمل في فرص عمل يعني متاحة في ذات التخصص. لكن في بعض الولاد بيحبوا يلتحقوا في أحد الجامعات التكنولوجية أو بيعمل امتحان معدل بيخش كلية هندسة أو في بعض التخصصات الأخرى بيخش كلية تجارة أو كلية زراعة وغيره. في نهاية الأمر إحنا بنتابع الولاد دول عشان نقدم لهم الدعم اللوجستي اللازم بأن هو نوفر له فرصة عمل لمن لم يتحصل على فرصة عمل من خلال الشركات الراعية أو إن إحنا نسهل له عملية الالتحاق بأحد الجامعات التكنولوجية أو نسهل له فترات الدراسة فيها لو كان عايز يشتغل وفي نفس الوقت يكمل دراسته. طيب نصيحة بقى نصيحة لولي الأمر أو وخصوصا لما يكون الطالب أو ابنه أو بنته عايزين يلتحقوا مثل هذه المدارس وهو برضه لسه حاطط في دماغه شوية حكاية الثانوية العامة وحكاية الكليات بعد الثانوية العامة وإلى آخره. طبعا إحنا بننصح السادة أولياء الأمور وخاصة الأمهات إن هم يشجعوا أولادهم زي ما حضرتك قلت في المقدمة الحياة العظيمة اللي سيادتك قلتها عن دور انه الابهات والامهات المفروض يشجعوا اولادهم انهم يعملوا الحاجه اللي هم بيحبوها عشان يقدروا يبدعوا. فاذا كان هذا الامر هو المراد في ان احنا نشجع اولادنا وبناتنا ان هم يدرسوا اللي هم بيحبوه صحيح فلازم ان احنا نتيح لهم الفرصه ان هم يجربوا وموضوع الثانويه العامه اذا كان المبتغى من النهائي منه دخول الجامعه فاحنا النهارده بنتيح لاولادنا وبناتنا ان هم يلتحقوا يا اما بالجامعات التكنولوجيه او بالجامعات العاديه طبقا لتخصصه وفي نفس الوقت بيفتح لنفسه فرصه عمل تمام في سوق العمل مباشره ويقدر يتكسب عيشه وفي نفس الوقت يحقق طموحه في ان هو يكمل دراسته. تمام. احنا عندنا ثلاث مدارس جايه للدواء صح كده؟ تخصصات الدواء؟ ان شاء الله في مدرستين قائمتين واحده تعليم مزدوج والثانيه تكنولوجيا تطبيقيه قريب جدا هيتم توقيع بروتوكولها ان شاء الله. يعني احنا عندنا يعني الجديد الامر ان احنا عندنا مدارس خاصه بالدواء ان شاء الله تخصصات جديده. ده في انهي محافظه يا فندم الاثنين دول؟ في واحده في العبور والثانيه ان شاء الله تبقى في 6 اكتوبر. في 6 اكتوبر وان شاء الله بعد كده لو جه في اي محافظه ثانيه هنشتغل. طب معلش ممكن
لان انا برضو حابب انه اشرح للناس فكره تعاون القطاع الخاص مع الدوله في هذا الاطار. مين الشركات اللي قائم في موضوع أو الشراكه أو الاهميه اللي تقدم في هذا الاطار ما بين القطاع الخاص والدوله؟ انت بتتكلم على القطاع الدوائي؟ الدواء احنا عندنا الحقيقه في احد الشركات المتخصصه في انتاج ما يسمى بالطاقم التحليل بتاع الدم دي في العبور، وعندنا شركه كبيره جدا لانتاج الادويه، شركه عريقه جدا مصانعها في 6 اكتوبر دي ان شاء الله في كافه تخصصات الخطوط المكمله لانتاج الادويه نعمل معاها حاليا المباحثات عشان نقدر نديهم مدرسه ويفتحوا مدرسه تكنولوجيا تطبيقيه فيها كل التخصصات اللي داخل مصانع انتاج الادويه. تمام، يبقى كده احنا عندنا الذهب وعندنا السيارات، مش كده يا فندم؟ احنا عندنا يا فندم في كل القطاعات، عندنا في القطاعات الصناعيه زي ما حضرتك قلت ذهب واي تي وسيارات واجهزه كهربائيه وخلافه، عندنا في القطاع الزراعي عندنا الصالحيه وغيره من الشركات المصريه اللي عامله في المجال الزراعي، عندنا كمان في مجال التعبئه والتجزئه زي مدرسه بي تك، وعندنا مدرسه فرج الله، عندنا مدارس اخرى في المجال الفندقي زي امريكانا، وان شاء الله هنتوسع في المجال ده قريب، لان طبعا حضرتك عارف التوسع الكبير اللي الدوله بتوليه في موضوع القطاع السياحي في مصر. صحيح، ده يتطلب فرص عمل كبيره جدا ان شاء الله في الفتره القريبه القادمه ان شاء الله. دكتور عمرو بصيله، رئيس الاداره المركزيه لتطوير التعليم الفني، يعني جه الوقت اللي يبقى عندنا مدارس خاصه بالدواء، مدارس خاصه بالاي تي، مدارس خاصه بالتسويق، مدارس خاصه بالسياحه، مدارس خاصه بالسيارات، مدارس خاصه بالمبردات والتكييفات والادوات المنزليه، الحاجات المنزليه اللي احنا بنستخدمها، مدارس خاصه بالذهب، يعني صانع كده اسمه صانع الذهب، بيبتكر بيعمل حاجات حلي ولا اخره كده، بيبدا طالب من مش لازم بقى يكون مع. وبعدين زي ما قال الدكتور بصيله انه بيخلصوا دراسه من هنا وبيلاقوا سوق العمل بتاعهم محتاجه، بل بالعكس الراعي من القطاع الخاص لهذه المدرسه، يعني شركه دواء كبيره بيدوها مدرسه، يقولوا لشركه الدواء خدي المدرسه دي واحنا اللي هيتخرج من المدرسه دي يجي عند حضرتك يشتغل على طول. المدرسه الشركه بتبقى مستفيده لان اللي جاي عنده خبره، وهي عارفه بالظبط بقى المناهج اللي كانوا بيدرسوها ايه والاخر، وده كله تحت رقابه الدوله، محدش يقدر يروح كده ولا كده. فبالتالي يعني مفيش مناهج يعني ايه هتغير فكر الناس ولا لها علاقه بالممنوعات، دي مناهج دراسيه تطبيقيه عمليه السوق محتاجها. فاحنا بعيد عن اي مغالطات، احنا بنخلق او بلاش بنخلق، لكن بن 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 بنحسن من اسلوب الطلبه اللي كانوا موجودين واللي موجودين دلوقتي. يعني تخيل ان ابنك مثلا، مع احترامي وتقديري، حضرتك عايز تطلعه دكتور، ابنك شاطر في كهرباء السيارات مثلا، شاطر في عربية. والله لو انت حطيته في المجال بتاعه هينجح وهيبقى جميل وحلو، لانه لو طلع طبيب يعني هيبقى طبيب سيارات، ما انت ما بعقلها برضه، هو مش هيشتغل في الطب، هو مش هيبقى حلو في الطب، مش هينجح في الطب، لانه دماغه وعقله في حته تانية. واحد بيشتغل في ولاد كده، في ولاد كده دلوقتي، في بنات كده دلوقتي، في الجيل اللي طالع ده عندهم هواية ان هم يفكروا، عندهم يبدعوا. واحدة تخصص حلي تعمل ذهب وبتاع وكلام من ده، حضرتك عايز تدخلها هندسة او تدخلها طب او تدخلها اعلام او تدخلها، يا عم الحاج سيبها والله، وهتعمل لك حاجات عظيمة، لان هي هدفها كله انها تحقق اللي موجود، وانت حملتها المسؤولية وهي هتتحمل المسؤولية عن نفسها هتنجح. لكن طالما حضرتك ضاغط ولازم تخش ثانويه عامه ولازم تتخرج تخش طب وتخش هندسه وتخش مش عارف ايه، ما حدش حد بياكل من الكلام ده يا عم الحاج دلوقتي، ما حدش حد بياكل من الكلام ده دلوقتي. انجح في المجال اللي حاسس انه ده بتاعك، اللي حاسس ان انت تنجز فيه، اللي حاسس ان انت تبدع فيه، اللي حاسس ان انت تعمل انجاز فيه. انما طول ما انت ضاغط كأب على ابنك او بنتك مش هيعملوا حاجه. فرجاء ناخد بالنا من هذه النقطه. فاصل وارجع لحضرتك. احنا
ولادك يا بلادي بتجري في دمنا احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا. على هامش الاحتفال بعيد الشرطة 71 تواصلت زيارات وفود من رجال الشرطة إلى المرضى بالمستشفيات للاحتفال معهم بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي تجسد تلاحم الشرطة مع الشعب. فهنا بالمعهد القومي للأورام قدم طلبة كلية الشرطة هدايا تذكارية إلى المرضى من الأطفال من يتلقون العلاج بالمعهد وكذا ذويهم في أجواء احتفالية ساهمت في رفع الروح المعنوية للمرضى. شرفنا بزيارة أكاديمية الشرطة، احنا متعودين عليها كل سنة تدي دعم نفسي وفرحة وبهجة للأولاد المرضى عندنا. حسيت بفرحة ما ساعدنيش صراحة يعني، وابتسامة وملوا قلوب كل واحد فينا فرحة وبهجة. فاجئنا بطلبة كلية الشرطة بصراحة، فرحونا خالص وفرحوا الأطفال خالص واتبسطوا معاهم ولعبوهم ووزعوا عليهم الهدايا الجميلة دي. بشكرهم خالص وبشكر طلبة كلية الشرطة وبشكر كل اللي كانوا موجودين معانا بصراحة، وبشكر وزارة الداخلية على الهدايا الجميلة دي. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة 25 يناير. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا بديلك عينيا وقد المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. كما وصلت مديريات الأمن احتفالها بهذه المناسبة من خلال إيفاد مأموريات إلى عدد من المستشفيات بنطاقها وتقديم هدايا للمرضى بها. أشكر الشرطة لأنها جاتنا ودعمتنا وجابت لنا هدايا، ونشكرهم نشكرهم من كل قلبنا وربنا يخليهم لنا. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وأدي المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. كما تم إيفاد مأموريات إلى دور رعاية المسنين للاحتفال معهم بعيد الشرطة، حيث تحرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم لهم بصفة دائمة. وقت لما تحتاجينا إحنا دايما هنا، لا مرة حسيت بخوف وقد الظروف مفيش أي قوة تهزنا. إحنا بنشكر وزارة الداخلية إن جت لنا النهاردة وشرفتنا الدار وبتراعي المسنين بطريقة كويسة جدا، ومش أول مرة تجيلنا، هي كل مرة بتجيلنا وبتجيب لنا هدايا كويسة جدا. هم وزارونا ورعونا ورحبوا بينا يعني. كما تم اصطحاب نزيلات دور رعاية المسنات إلى أندية الشرطة للاحتفال معهم بعيد الشرطة في أجواء غلبت عليها الفرحة والبهجة. اليوم النهارده جميل جدا بالناس اللي معانا، الناس اللي شرفونا، الناس اللي ما بينسوناش ابدا. انا مبسوطه وسعيده جدا اللي انا مع الشرطه. صراحه مش سايبيننا في اي مناسبه، ييجوا في العيد وييجوا في اي مناسبه تخطر على بالك تلاقي الشرطه بصراحه يجوا لنا ويدونا هدايا ورافعين روحنا. انا مبسوطه جدا النهارده ان الناس معانا وبتحبنا وبتسندنا، وانا اول مره كمان اطلع مع وزاره الداخليه رحله على النيل. الضباط بيعملوا ويانا بصراحه ربنا كل خير، ما بيسيبوناش وبيجيبوا لنا هدايا ورافعين راسنا في بلدنا بصراحه ربنا. ايديهم لما بتملس علينا كده احنا بنحس بالطمانينه في بلدنا. واستقبلت انديه الشرطه عددا من الاطفال نزلاء دور رعايه الايتام، وتم تنظيم احتفالات وفقرات ترفيهيه لهم في إطار الدعم المقدم لهم من وزارة الداخلية على مدار العام. وكذا استقبلت المواقع الشرطية الأطفال من نزلاء هذه الدور لتعريفهم بدور بعض القطاعات والإدارات الشرطية المختلفة في خدمة المواطنين. عدنا لحضراتكم زميلنا العزيز ابراهيم احمد. المفروض احنا يعني بنسترشد ببعض الامور كده في اليوم السابع وبموقع اليوم السابع كل يوم خميس، ومن ضمن الفقرات المحببه يعني، فمعلش مسهرينه معانا كده. يبدو ان هو كان المفروض هيتعشى النهارده كبده او حاجه كده، كان عامل حسابه يتعشى كبده فبوظنا العشوه يعني. ازيك ابو خليل، اخبارك ايه؟
استاذ جابر، ازاي حضرتك؟ مساء الخير على حياتك وعلى الساده المشاهدين. يا مساء الفل، قول لنا الدنيا تعشى معانا بقى. ما انا قالوا لي ان في كبده النهارده وبتاع، فالحقيقه يعني على ما نخلص بقى ونجي لك هناخد وقت تكون الكبده بردت. اخبارنا ايه عندك النهارده؟ في انتظارك يا باشا. ربنا يخليك يا فندم. لا تمام الحمد لله. احنا النهارده طبعا الاخبار وفق الاهتمامات القراء عندنا على موقع اليوم السابع النهارده يمكن بيتصدر النهارده، هنلاقي ان اخبار معرض الكتاب من ضمن اهم اولويات القراء على موقع اليوم السابع. وهيجي كمان عندنا الاخبار المتعلقه بالاقتصاد واخبار الرياضه وكاس العالم للانديه والاهلي من ضمن اهم الاخبار اللي بيتابعها القراء عندنا على موقع اليوم السابع. ويمكن هنلاقي اول خبر عندنا النهارده في الاخبار الاكثر قراءه، خبر اعلان البنك المركزي تثبيت سعر الفايده على الايداع والاقراض. تمام. يجي بعديه على طول الخبر بتاع موعد مباراه الاهلي القادمه في كاس العالم للانديه امام سياتل الامريكي. ده هيبقى الساعه كام يا ابويا؟ يوم السبت القادم. الساعه 7:30 مساء بتوقيت القاهره. توقيت مصر. توقيت القاهره ماشي. 7:30 تمام. بتوقيت مصر الساعه 7:30 مساء. تمام. عندنا خبر مبهج جدا بعديه على طول، 300,000 زائر في اليوم الثامن لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. ده اللي كان النهاردة حصيلة النهاردة، 300,000 زائر راحوا زاروا المعرض. أعتقد ممكن يكونوا عندنا خبر تاني يتعلق اللي هو الجمعة، يعني 300,000 دول ممكن يوصلوا ثلاث أضعاف. مظبوط. يعني يوم الجمعة بقى والأجازات الجمعة وكده. بكرة اللي هو النهاردة آخر جمعة تقريبا. صح. في المعرض. صح. لأن المعرض هيبقى بها تضاعف. مظبوط مظبوط. عندنا يجي بعد كده اهم طلبات محمود كهربا في جلسه الاستماع بالفيفا. ويمكن اهم طلباته ان هو تقسيط قيمه الغرامه الموقعه عليه لصالح نادي الزمالك. تمام. عندنا وزاره الاسكان في غزه بتشكر الرئيس السيسي على مبادرته لاعاده اعمار قطاع غزه. تمام. عندنا الارجنتيني هيكتور كوبر مديرا فنيا لمنتخب سوريا. كوبر اللي كان عندنا طبعا، هيجي اللي كان عندنا في منتخب مصر. مظبوط. تمام. يجي عندنا خبر مهم تاني برضو، ان اعلان جدول امتحانات الثانويه العامه 2023 هيكون في مارس المقبل الشهر الجاي. وزاره التربيه والتعليم هتعلن جدول امتحانات الثانويه العامه. تمام. مارس المقبل. تمام. الاهلي يهزم الزمالك 3-0 في قبل نهائي دوري رجال الطايره. تمام. 3-0 تاني. تمام. عندنا بيان لوزاره الخارجيه بيعلنوا نتابع حادث العثور على جثه مواطن مصري داخل سيارته في ايطاليا. ده وفق بيان وزاره الخارجيه المصريه. ان هم بيتابعوا مع القنصليه المصريه في روما. تمام. حادث المواطن المصري هناك. تمام. أم ريان تضع مولودا في نفس يوم سقوطه بالبئر. وطبعا حياتك والشباب المشاهدين عارفين ريان الطفل المغربي اللي وقع في البير، وقعدنا السلطات تدور عليه لمدة 5 أيام. عندنا خبر تاني من معرض الكتاب، هيئة الكتاب تحقق أعلى مبيعات في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب. ويمكن دوت رقم أعلنوا إن هو 90,000 نسخة كتاب تم بيعها خلال أول 5 أيام من معرض القاهرة للكتاب. تمام. عندنا تصريحات الفريق أسامة ربيع، إيرادات قناة السويس زادت 45% في يناير 2023 بالمقارنة بالعام الماضي. 802 مليون دولار. مظبوط مظبوط. حياتك كنت لسه بتناقشها. مظبوط. الفقرة اللي فاتت. تمام. التعليم تتسلم نتيجة مسابقة 30,000 معلم لشغل وظائف معلمين مساعدين. ده برضو من ضمن الاهتمامات المواطنين. وعندنا برضو خبر في الاقتصاد، البنك المركزي بيعلن 94% نموا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالربع الثالث من العام الماضي. تمام. ويجي عندنا خبر التموين، بتعلن انطلاق تخفيضات الأوكازيون الشتوي الاثنين المقبل. تمام. وعندنا خبر برضو مهم للمواطنين عن إمساكية شهر رمضان 2023، موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام. كل سنه وحياتك طيب والساده المشاهدين. على وشك على وشك خلاص على وشك خلاص. خلاص مظبوط. عندنا خبر برضو يعني
طريف شوية، اختبار المحبة في برازيلي يزيف خبر وفاته عشان يعرف المهتمين بحضور الجنازة. اه دماغه ضربت ده خالص ده. اه عايز يعرف مين هيجي الجنازة ومين اللي مش هيجي. دي مش كذبة ابريل، لا مش كذبة ابريل دي، لا لا كذبة فبراير دي. ايوه كذبة فبراير بالظبط. عندنا بقى تقرير خاص كده لليوم السابع، المتحدث السابق للملكة اليزابيث بيكشف لتلفزيون اليوم السابع أسرار العائلة المالكة، وده يمكن حوار أجراز بين الصحفي المحترم رامي نوار. تمام. دي كانت أبرز الأخبار المتعلقة باهتمامات السادة المواطنين عندنا على موقع اليوم السابع. والله الـ 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 التيمة اللي أنت بتتكلم بيها يا عم إبراهيم بتدينا بعد كده، كان يوم الخميس ماشي ازاي، والخميس والاربع كمان ماشيين ازاي، ف يعني الشغل بتاع الاقتصاد على الرياضه على شغل الخارجيه ومتابعتها للحادث المواطن المصري اللي لو نسيته مع واخبار معرض الكتاب وحتى خبر بتاع كوبر اللي هو يعني مدير فني لمنتخب سوريا، يعني راح يدرب منتخب سوريا. الحاجات دي كلها على بعضيها كده تدينا كده بعد اللي كان اليوم الخبري في الخميس ونهايه الاسبوع كان ماشي ازاي. انا بشكرك يا ابراهيم شكر جزيل، ومعلش سهرناك معانا، بس انت عارف يعني تكلفه الخبر من عندك بتبقى مهمه جدا في هذا الاطار. بشكرك استاذ ابراهيم احمد رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، بشكرك شكر جزيل على هذا الايجاز. طيب وانا بتكلم في هذا الاطار عندي انطلاق ورشه عمل افاق التحول الديمقراطي نحو السودان يسع الجميع، دي في القاهره، ودي انطلقت يوم الخميس الورشه دي تحت عنوان افاق التحول الديمقراطي نحو السودان يسع الجميع، شارك فيها العديد من القوى السياسية السودانية الفاعلة. ورشة العمل دي بتيجي وسط تطلعات ان بتمثل هذه الفاعلية منبر سوداني وطني خالص لمناقشة قضايا تحتاج الى حلول فاعلة. السودان من الدول العزيزة علينا جدا، السودان من الدول الجارة الحبيبة واللي نتمنى لها كل استقرار وكل ازدهار وكل نمو. السودان مش بس ان هي جاره، لا في يعني الحقيقه حتى صلات نسب ما بيننا وما بين السودانيين، ومن زمان من ايام ما كانت مصر والسودان واحده 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 وادي النيل، وما كانوا موجودين مع بعضهم، وكان في ارتباط وثيق جدا حتى من اول من ايام الملك فاروق وبعدين الملكيه وبعدين الجمهوريه وكل التطور اللي حصل من السيد جمال الرئيس جمال عبد الناصر رئيس السادات الرئيس مبارك ووصولا للرئيس السيسي. الحقيقه كل ما يتم في هذا الاجراء فهو لصالح مصر والسودان، ونتمنى ان تدوم هذه العلاقه المحترمه في هذا الامر ان شاء الله باذن الله. صناعه السجاد اليدوي في قريه ديسيا بالفيوم، المفروض انه الفيوم واحده من اللي بيسموها كده الانامل الذهبيه في هذا الاطار، والمفروض انه الفيوم واحده من المحافظات الحقيقه اللي فيها بعد تنموي حلو جدا 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 في هذا الاطار. فنشوف التقرير ونطلع فاصل اخير، مش كده فاصل اخير يا شباب، وبعدين نرجع بقى نقول لحضراتكم احنا عملنا ايه هذا الاسبوع ونقول لكم الدنيا ماشيه ازاي. صناعة السجاد اليدوية من أهم الصناعات الحرفية التي اشتهرت بها محافظة الفيوم وحققت بها شهرة عالمية، وكانت قرية ديسيا محرابا لهذه الصناعة منذ عام 1981. الكلين بتاعنا الحتة مثلا 3 متر بتاخد معنا من 4 أيام لـ7 أيام في الأسبوع الواحد، وبنقدر نعمل تصميمات في أسرع وقت كمان، يعني ممكن تقعد معنا 4 أيام بس،
اقصى حاجه معانا 7 ايام من الشغالين في الكليم اليد وبجميع الرسومات وجميع التصميمات. كل يوم في معانا تصميم جديد الحمد لله وكده، وثابتين في الشغل 100 100، مفيش اي تاخير معانا، وبنقدر نعمل مطلوب منا في اسرع وقت. وينتج شبابها وفتياتها اجود انواع السجاد من الحرير والصوف بدقه عاليه ومهنيه تفوق التصور، لسجاد يحمل الوانا جميله ورسوما متقنه ابهرت الجميع وحققت ربحا كبيرا للعاملين بها منذ الثمانينيات وقضت على البطاله تماما بالقريه. السجادة ممكن تاخد من 3 شهور ل4 شهور، ممكن يشتغل فيها 1 و2 و3 و4. بنجيب الخامة وبنصنعها، بنعمل مقاسات مختلفة وأشكال مختلفة. المقاس ممكن يبدأ معانا من 60 لحد 3 متر 4 متر 5 متر. لو مقاسها زي كده مثلا بيشتغل فيها فرد واحد، لو مقاسها أكبر من كده بيشتغل فيها طبعا 1 و2 و3 و4، على حسب الرسمة، على حسب المقاس اللي احنا محتاجينه. وأعادت المبادرة الرئاسية تتلفف حرير الحياة من جديد لهذه الصناعة، وكانت بمثابة قبلة الحياة التي رسمت البسمة على شفاه المئات من الأسر المنتجة. فضل من ربنا احنا الجمعية بتستهدف انها ترجع تاني، ترجع المجال اللي سابق عهده، وان قرية ديسيا ترجع تاني بشكل كبير، ان هي تكون اهم القرى في جمهورية مصر العربية في تصنيع السجاد، جميع انواع السجاد. طبعا احنا عندنا قرية بتتميز بان هي متنوعة في إنتاج السجاد اليدوي، بنقدر نعمل كافة منتجات السجاد اليدوي. الرسومات دي بيحددها تصميمات احنا محتاجينها على حسب التصميم السوق محتاجه. على حسب التصميم السوق محتاجه. بنشوف احنا تصميمات على حسب التصميم السوق محتاجه. ممكن السوق يحتاج أصفهان، ممكن يحتاج مودرن، ممكن يحتاج كازاك، ممكن يحتاج شيوان، ممكن يحتاج مملوكي، يحتاج أي نوع من الأنواع. بس السجادة دي أصفهان. سلمت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية 70 نولا يدويا لصناعة السجادة بجانب خامات التشغيل من خيوط الصوف والحرير والأصباغ الطبيعية لسيدات وفتيات وشباب من الفيوم، لتواصل قرى المحافظة المنتجة للسجاد اليدوي الحفاظ على تاريخ وتراث هذه الصناعات العريقة. عدنا لحضراتكم. احنا عملنا الاسبوع ده حاجه كده مختلفه شويه، قلنا نزور زملائنا في الصحف والمجلات والمؤسسات الصحفيه. والحقيقه يعني احنا امنيتنا كده ممتده باذن الله، لان دي مهمتنا الرئيسيه. صحيح مثل هذه الامور يعني الحقيقه ما بتحظاش برضا المشاهد، لكن مهم جدا ان احنا نقول لحضراتكم الدنيا هنا ماشيه ازاي. يعني انت حضرتك جورنان زي الوطن عامل طفره كبيره جدا في الفترات الماضيه، في الشهور الماضيه، ولازم زي ما بيقولوا كده نشكرهم، نقول لهم شكرا. شكرا احمد الخطيب، شكرا احمد محمود المدير الفني، شكرا محمد مسعد المصور، شكرا لضياء رئيس التحرير الموقع، الزملاء اللي احنا قابلناهم والحقيقه قعدنا معاهم تقريبا ساعتين، كنا مبسوطين جدا بالقعده ومبسوطين جدا كمان بان احنا نفهم التجربه عن قرب. كل الزملاء والزميلات طبعا حضراتكم هتشوفوهم بكره في تقرير تقريبا لمده 20 دقيقه، كل الزملاء والزميلات هتشوفوا شغلهم ماشي ازاي. مش مجرد ان انت بتزور مكان، لا ده انت بتزور فكره، وفكره جديده اتطورت او فكره اتطورت لحد ما وصلت دلوقتي انه على السوشيال ميديا. لما الوطن بيصور صوره رئيس تحرير الوطن بيدنه واقف على 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 رجله كده لحد ما الصوره تتحط في اطارها الصحيح وبروزها الطيب. يعني بصوا دي مثلا احنا قاعدين على الارض كده، انا والاستاذ محمود صبري ده المصور، احنا بنتكلم على ايه الصوره دي. بص الصورة دي محمد مسعد زميلنا العزيز
ومدير التصوير في الـ في الـ في الجورنان بيشرح لي ليه خدوا الصورة دي. بصوا الأمهات، بصوا الأم والسيدات الفضليات اللي ماشيين وكله، شوفوا الأخ اللي ماسك الشنطة وماسك قدام ده واللي ورا واللي قدام، شوفوا الأب نفسه وهو الحقيقة صورة. لما محمود بيقول لي محمود صبري مش كده يا شباب، محمود صبري المصور، قابلته كده في الطرقة فقلت له يا محمود اشرح لي انت بتاخد الصورة. هنا بقى بيشرح لي بيقول لي ان انا ازاي قدرت اخد الصورة دي من مجموعة صور كتير وارسلتها لزملائنا في الجورنان وهم ليهم حق الاختيار فاختاروا هذه الصورة. تلقفها الاستاذ احمد، والحقيقة دي اللي انا بقول لحضراتكم عليها، تلقاها او تلقفها احمد الخطيب رئيس التحرير، والحقيقة اشتغل فيها شغل عالي جدا هنقول لحضراتكم عليه، وعمل بقى ميزانية لهذا الامر وكده. دي جانب. الجانب التاني بقى اللي الناس هتستغربه ويمكن محل ويمكن محل ناس تنتقد يعني وناس، لكن بصوا الجمال بقى، بصوا الجمال والحلاوة. انا مش عشان انا من عشاق القطط، يعني انا راجل بتاع بحب القطط جدا، ودي مش قطط، دي قطط بلدي. احمد الخطيب بيقول لي انه لا هو من جيبه هو عامل ميزانيه حتى لو 5 جنيه، انا بتكلم يعني هو الراجل عامل ميزانيه. بيقولوا لي في المكان، لو طبعا حضراتكم هتقولوا لا كده غلط وبتاع ومش في المؤسسات والبتاع والكلام والاكرو، بس والله عايز اقول لحضراتكم حاجه، انه ده طبعا بعد نهايه العمل، بنهايه العمل وخلاص والمعظم الصحفيين مشوا، ده بيبقى الورديه بقى. هو شوف حتى الكراسي فاضيه، بيبقى الورديه بقى، بيبقى في حد قاعد كده هو اللي بيقوم بمهام ده بقى. انا ما اعرفش مين الزميل العزيز اللي قاعد ده، لكن يعني هو ده بعد. بصوا بقى الجمال في المساله، والصور دي متكرره، وكان في زميله معانا كانت هي اللي بتصور من 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 الاستاذه دعاء عرابي، كانت يعني نحله الحقيقه امبارح كانت نحله، قلنا لها عايزين القطط على طول، عملت وبعتت لزميلنا الاستاذ عبد العليم ابراهيم. فالحقيقه التقرير بكره هتشوفوه في قطط وفي جهد وفي عمل وفي صحافه وفي منشط وفي صوره وفي فكره وفي علاقه طيبه. انا عجبني في هذا الامر انه الخطيب احمد الخطيب اللي هو رئيس التحرير بيغازل، خلي بال حضراتكم، بيغازل زملائي، يعني هو بيبادر انه بيشيل فكره الحاجز اللي ما بين رئيس التحرير، المعهوده اللي ما بين رئيس التحرير وبطانته، معلش هركز داني على دي، رئيس التحرير وبطانته وبقيه المحررين. لا هنا الراجل فاتح احمد رحنا والبتاع، الراجل عمي مش عارف مين كده هقول لكم برضو اسمه بكره، الزملاء الدكتوره مروه تقول لي كان اسمه ايه، اللي هو المدير الفني للبوفيه، بيسميين كده حاجات لطيفه كده في وهو ماشي كده بالسندوتشات. احمد الخطيب بيروح نادش السندوتش كده ويروح واكله، والسندوتشات دي رايحه لفلان، يقول له معلش الحاجات دي حلوه يعني ايه، بتعمل بيئه عمل حلوه وجميله وهو الاخر وكده. والحقيقه لما السندوتش عدى انا حتى افكر هو 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 الناس هنا ما بتعملش سندوتشات دي، وواحد يجيب سندوتش ويعدى عليا، ولا واحد يبقى جايبه من بره مصر وجايب اكل ياكله يعدى عليا ولا حاجه. فريق عمل فقر يا اخي، فريق عمل فقر يا اخي، يعني كده والله يعني كده عيب يا عم، بلا واجب بلا بتاع يا عم ده انت حبيبي، ربنا يكرمكم يعني. نشكر الزملاء اللي ورا الكاميرات والزملاء اللي جوه الاستوديو. استاذ اسلام مين اللي بيزعق لنا يا ريس؟ استاذ اسلام مين يا ريس؟ استاذ اسلام هنا بيزعق لنا؟ يا استاذ اسلام عشان بيحبنا، ربنا يكرمكم يا فندم. نعم يا استاذ مدحت، اخرج يا خلاص، الناس واقفه لنا على رجليها. تصبحوا على خير.